مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان يختص بحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع. يتبع مركز أمان عدد من المكاتب الفرعية في جهات معنية قضائية وأمنية وصحية. يقدم مركز أمان خدماته على النحو التالي: أولاً، خدمات الحماية، وتتمثل في خدمة الاستقبال والتمكين والاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية. ثانياً، خدمات التأهيل، وتتمثل في الجلسات التأهيلية والرعاية الداخلية. ثالثاً، خدمات الدمج، وتتمثل في الرعاية اللاحقة والمستمرة. يتكون مركز أمان من عدة وحدات إدارية وفنية أهمها: أولاً، مركز الاتصال والخط الساخن، وهو معزز بإحصاءات وأنظمة تكنولوجية متطورة. ثانياً، الإيواء، الذي يوفر بيئة اجتماعية وصحية آمنة من أجل توفير البيئة المناسبة لحمايتهم وتأهيلهم ثم إعادة دمجهم في المجتمع.